صالحة محرشي ممرضة رئيسية بالمركز الحضري الصحي الفتح. بعدما أعطى صاحب الجلالة نصره الله الانطلاقة الرسمية لبدء عملية التلقيح ضد كوفيد 19، بادرت المندوبية الجهوية للصحة بجهة الشرق بتنسيق مع ولاية أمن وجدة ببدء عملية التلقيح لصالح موظفي الخطوط الأمامية بما فيهم موظفي الأمن الوطني، وذلك منذ البارحة الموافق ل 29 يناير 2021. لقد تمت هذه العملية ولا زالت مستمرة في ظروف جد ممتازة، حيث نحترم معايير السلامة الصحية بما في ذلك التباعد ووضع الكمامات. لقد تم تحديد مسار خاص بالموظف لإنجاح هذه العملية، بدءا بنقطة التسجيل مرورا بالفحص الطبي ثم قاعة الملاحظة، حيث يبقى الموظف لمدة 15 دقيقة.